الكنيسة بتؤمن بعلاقتها بالسمائيين وبالملائكة وبأرواح القديسين اللي في السماء، ولذلك احنا بنحتفل بعيد الملاك ميخائيل شفيع هذه الكنيسة. وبهذه المناسبة الكنيسة عملت احتفال جميل في أنشطة مختلفة وفي روح طيبة، والكورال قدم مجموعة من الترانيم وفريق الشمامسة قدم ألحان، واحتفلنا بطريقة روحية جميلة.
والناس كلها كانت في انسجام وفي اتفاق وفي محبة بعضهم لبعض. افتقاد الأب الأسقف وزيارته للكنيسة بيبقى يوم بنشعر فيه بأن ربنا يسوع في وسطنا، وخاصة كمان سيدنا نيافس الأنبا أرساني النهاردة باركنا في كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا أنطونيوس في أيندهوفن بالقداس في احتفالات الكنيسة بعيد الملاك. وأيضا الفترة دي بتمثل اليوم ده بالذات بيمثل قيمة خاصة، لأن سيدنا رسم لنا في الكنيسة حوالي 40 طفل في درجة الأبسولتس، ودي بتبقى فرحة للأسر وللأطفال، وبتبقى بداية حلوة للجيل الجديد اللي لسه خارج من كام سنة يعني، إن هم يلتحقوا بالكنيسة ويرتبطوا ويتعلموا ألحانها ويعيشوا في روحانية الكنيسة، والأسر والعائلات والأبهات والأمهات بيكونوا فرحانين جدا والكنيسة بتفرح. ونشكر ربنا على اليوم ده، ونشكر نيافة الأنبا أرساني على افتقاده الدائم لينا. ربنا يديم محبته ويديم محبتكم انتوا كمان. شكرا. النهارده احتفلنا بعيد الملاك والأنبا أنطونيوس في كنيستنا، وشرفنا نيافة الأنبا أرساني، انبسطنا جدا بحضوره وتشريفه لينا. النهارده عيد الملاك في الكنيسة والكل مبسوط وفرحان. الملاك بصراحة بيرعى ولاده في الغربة وبيكبرهم ويرعاهم، وفي مدارس الأحد وبنشوف أجيال وشباب كبيرة وحاجة تفرح تحت رعاية الأنبا أرساني وأبونا يوسف وأبونا مينا. الملاك بصراحة بيرعينا وبيدينا بركات كتيرة. النهارده بنحتفل بعيد الملاك ميخائيل في كنيسة أيندهوفن اللي تأسست سنة 1998، وكنا فرحانين جدا بوجود نيافة الأنبا أرساني. والنهارده عملنا رشم حوالي 37 شماس من أولاد الكنيسة، وكان يوم جميل جدا، ونتمنى دايما الخير يا رب لكنيسة المسيح.